إني لشديد السعادة أن أكون معكم اليوم يا سيدة سارة. احنا مبسوطين اكتر ان انت معانا النهارده. وخليني ابدا معاك طبعا من اللقب الاهم الموسم ده وهو دوري ابطال افريقيا. قول لنا ازاي تابعت تتويج الاهلي باللقب دوري ابطال افريقيا؟ انا اعلم ان الاهلي هو فريق كبير وهو جميل وله ذكريات جميله في قلبي وانا احبه، وأني لشديد السعادة أن يكون الأهلي هو من فاز بهذا اللقب، وأن تكون هذه إن شاء الله نقطة بداية لخطوات متتالية كلها من ذات الثقل. طيب وسائل الإعلام في القارة الإفريقية وخاصة في جنوب أفريقيا بقت مهتمة جدا الحقيقة بتعيين موسيماني مدير فني للنادي الأهلي، وشايفين الخطوة دي خطوة كبيرة ومبسوطين جدا بإنجازه. إزاي اتبعت خطوة زي دي وجود موسيماني مدير فني للنادي الأهلي؟ نعم، كابتن موسيماني هو مدرب ممتاز، أنا كنت أتابعه منذ أن كان في سان داونز، وكنت أرى كم العمل والجهد الذي كان يقدمه لفريقه حتى يحقق الألقاب، وبالتالي انضمام موسيماني إلى الأهلي كان خبر أسعدني كثيرا، لأني أعلم كم موهبته كمدرب، وأنا لست يعني أنا بالنسبة لي كان خبر طبيعي أن الأهلي يكون كسب البطولة الأفريقية وكذلك بعد ضم موسيماني. هل اتفاجأت بالخطوة دي وجود مدرب من جنوب أفريقيا لأول مرة مع النادي الأهلي؟ لا لا سيدتي، لم يكن هذه مفاجأة، لم تكن هذه مفاجأة، لأني أعلم أن موسيماني هو مدرب ذو نوعية عالية، وهو جنوب أفريقيا هي بلد تشجع الكرة وتحبها، وبالتالي انضمامه إلى الأهلي لم تكن مفاجأة لي، لأنه قام بكل ما عليه أثناء وجوده مع السان داونز، وحين جاء إلى الأهلي وقابلته حفاوة الإدارة والفرق الفنية، بالتالي كان من الطبيعي أن نحصل على اللقب الأفريقي. طيب بحكم متابعتك للأهلي خلال الفترة اللي فاتت دي في بطولة أفريقيا، شايف إيه أصعب حاجة قابلها الأهلي في مشواره نحو التتويج؟ نعم، من وجهة نظري كانت أصعب النقاط هو أن ينتقل من مدرب إلى آخر في مثل هذه الفترة الوجيزة. طبعا كان الأمر صعب على الفريق، لأن يعني الفرص كانت 50-50، لأن بوصول موسيماني وهو مدرب قوي وكل شيء، ولكن أن يكون يعني سوف يقابله النجاح كانت إمكانية 50-50، وبالتالي الدعم الذي لاقاه موسيماني حين وصوله والحفاية والاستقبال وانفتاح الذهن هو ما ولد هذا التعاون بين الأهلي كقطب من أقطاب كرة القدم وخبرات موسيماني وحملنا إلى هذا اللقب. مين أكتر اللعيبة اللي فريق الأهلي دلوقتي بتستمتع وأنت بتتفرج عليها؟ تعلمين سيدتي، لست أستطيع أن أذكر اسم بذاته لأني أحب الفريق ككل وأتابعه دائما، كل اللاعبين أحب طريقة لعبهم، وحتى هؤلاء الذين على البنش بره كلهم بالنسبة لي لاعبين مميزين ومدربين تدريب عالي ولديهم الخبرات اللازمة، وبالتالي حين أشاهد أحد ماتشات الأهلي أنا أتابعها بشغف وباستمتاع، وبالتالي لن أتمكن من ذكر اسم دون آخر، فكلهم مقربين إلى قلبي. هو فعلا فريق الأهلي كله النجم، بس خليني أرجع معاك كده بالذكريات شوية، وإنت أول مباراة ليك مع الأهلي كنت نزلت آخر ربع ساعة في مباراة الأهلي والزمالك في ماتش الأهلي كسبه 3-0، فاكر إزاي الذكريات دي؟ فاكر المباراة دي وإنت كنت واحد من اللي تألقوا في مباراة الزمالك دي، الأهلي والزمالك؟ نعم، كانت طبعا سعادتي بالغة، وأتذكر مثل هذه اللحظات كما لو كانت البارحة، وكانت المباراة بين الأهلي والزمالك كما كل مرة هي مباراة كبرى، اللعب مقابل الزمالك كانت أحد الأيام الفارقة
في حياتي، وحين لعبت كذلك لهم كان خبرة كبيرة، ولكن الأقرب إلى قلبي هو كرة القدم التي كان يقدمها الأهلي. وأتذكر أسماء مثل مصطفى كامل وشوبير من يعني من الفرق جميعا، محمد رمضان أيضا، وكل اللاعبين الذين لعبت معهم وأمامهم كلهم في قلبي حتى هذا اليوم، وأنا على اتصال بهم. وأحمد فيليكس أيضا، يعني اسمح لي أقول كل اللاعبين الموجودين الآن هم لاعبين كويسين، المدربين كويسين. الذاكرة اللي عندي ذاكرات ممتازة، وأتمنى دايما المزيد من النجاحات. طيب أنت عايزة برضه أسألك فنان، شفت مباراة الأهلي والزمالك إزاي في النهائي؟ يعني أنت واحد من اللي تألقوا في المباريات دي الحقيقة، وليك كمان كان ليك جون حاسم مش بننساه، ويمكن كان معانا على الهوا في موسم 95 96 كان جون فعلا حاسم. فنيا بقى لما بتتفرج دلوقتي وأنت بره الملعب على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا، شفتها إزاي؟ نعم، الزمالك العام الماضي كان يحاول أن يلحق بخطى الأهلي، وكانوا يلعبون بقوة، نعم، ولكن الماتش بين الأهلي والزمالك كنت يعني اسمح لي أبدأ الأول بالزمالك، أن الزمالك كان يريد أن يحقق شيئا، ولكن كان بالتالي صعبا عليه، لأن الأهلي وكذلك بانضمام موسيماني للفريق كان لديه فرص لم تكن موجودة للفريق الآخر، وبالتالي تم تتويجه. وإلا أن الفريقان لعبوا لعب مميز، والأهلي إن كان حقق اللقب فهو حققه عن جدارة، وأنا بالتالي لست يعني لم تكن مفاجأتي بالنسبة لي، وأنا أعلم أن هذه النقطة هي نقطة بداية جديدة للأهلي، ومنذ فوزه باللقب الأفريقي للمرة التاسعة. أتمنى أن للفريق كله وللمدرب، لأنهم كلهم ذو مستوى عالي، أن ينضم يعني أن تتضافر جهودهم مزيدا ومزيدا حتى نصل كذلك من خلال المشجعين ودعم الأهلي لمزيد من النجاحات. أنا أتابع الأهلي الآن من بعد ولكن عن كثب، وأتمنى له المزيد والمزيد. طب عايزة أتكلم معاك برضو عن شعبية الأهلي في غانا. الأهلي في أفريقيا الآن هو فريق محبوب من الكل، جميع النوادي على مستوى القارة أصبحت مشجعة للأهلي، وفي السنوات القادمة الأربع أو خمس سنين القادمة أتمنى للأهلي أن يكون دائما ذو الصدارة، لأن الكل يتابعه. وأنا أرى أن الدعم الذي تقدمه مجلس الإدارة والإدارة عامة هو عامل أساسي، وبالتالي المساعدة التي يقدموها للكوتش موسيماني وللاعبين إن استدامت سوف يستطيع الأهلي التحقيق المزيد والمزيد والمزيد. وانت في صفوف النادي الأهلي كان مين أكتر اللعيبة القريبة ليك؟ مصطفى كمال، لأني حين أتيت إلى الأهلي كان مصطفى كمال وهو يتحدث الإنجليزية بطلاقة كان يترجم لي بعض الأحيان، وبالتالي كان وصلة همزة الوصل بيني وبين الكابتن، ومعه كانت يعني كان بينا بخلاف اللغة المشتركة كان بينا تقارب. وحين كنت أذهب مثلا إلى معسكرات التدريب كنا ننام في غرفة واحدة، ولكن أسامة حسن يعني كان برضو قريب مني لأني تعلمت منه كتير وهو توب كلاس. حين وصلت إلى الأهلي وكنت في سن صغيرة كانت كرة القدم في الأهلي يعني أتعلمها وتعلمتها من أسامة حسن وهو ساعدني كثيرا، وبالتالي يعني كان هو أحد الأسباب التي ساعدتني أو أسهمت في أن أقدم الشيء للنادي، وأنا أتمنى لهم المزيد من النجاح. طبعا حسام حسن مش أسامة حسن، ولكن خليني أسألك برضو أنه دايما بنقول أنه قد إيه أي لاعب بيكون في النادي الأهلي ولو فترة بيتعلم كتير، يعني ممكن نتكلم على قيم ومبادئ كتير بتفضل معاه العمر كله بعد كده. ممكن تقول لنا ايه مثلا اكتر الحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي ولسه مكملة معاك؟ يا
نعم، تعلمت الكثير من حسام حسن، وحين كما قلت حين أتيت للأهلي كان رأيته كمقاتل، فحين يعني مثلا كرة ياخدها حد وما يحققش الجون كان حسام بيتضايق، كان عايز ينجح، كان عايز يحقق نجاحات، وبالتالي أنا تعلمت من حسام الروح دي. ومنذ هذه اللحظة أنا حين أرى حسام حسن يلعب أعلم أن هناك أسد على أرض الملعب، وأنا أريد أن أحقق مثل الشيء، أريد أن أحقق أهداف. وبالتالي حسام حسن على مدار تلك السنتين ساعدني وأسهم كثيرا في تطوير مشواري الكروي، وحين أشاهد ماتشاته ثانيا وثالثا والنهائي مثلا الذي كسبناه 2-1، حسام حين ناولني الكرة على الطاير ده كان بالنسبة لي يعني كرة جاهزة، ومنذ هذه اللحظة أنا أحببت اللعب معه وأتمنى أن أقابله في القريب العاجل إن شاء الله. بشكرك جدا أحمد فالكس، كنت منورنا في برنامج السادسة، والحقيقة أهداف جميلة بتتعرض وذكريات كبيرة وجميلة، وكل جماهير النادي الأهلي طبعا بتعتز بأي شخص لعب في يوم من الأيام للنادي الأهلي.